بداية دكتور أحمد وعد إن هو إن شاء الله هيعدل الإيه المحاضرة بتاعة المراجعة بما إيه تم في خلال العرض بتاعه النهاردة. النقطة الثانية إن الإيه هحدد ميعاد التسليم، ميعاد التسليم برضه هيتعدل هزود يوم. بحيث يبقى فيه زيادة يوم زي ما فيه تم طلب من زمايلكو بالنسبة للدكتور أحمد. النقطة الأهم هي التأكيد برضه على التوتال ريكورد بتوع الكورس. المادة بتاعتنا من 100 درجة يا شباب، في 60 درجة على امتحان الفاينل، 30 درجة منهم للكاستنج وال 30 درجة الأخرى للويلدنج. أعمال السنة 20 درجة كاستنج 20 درجة ويلدنج. مهم جدا إن إحنا نكونفيرم على المعلومة ديت. الامتحان كمان نتيجة الظروف بتاعة الكورونا وامتحان لمدة ساعتين. فالناس اللي بتتساءل عن الامتحان هيبقى شكله إيه؟ بالنسبة للكاستنج ما اعتقدش ان في اختلاف، نفس الكيفية اللي اتعمل بيها امتحان الميد تيرم. مش هخترع معاك واحنا اوريدي في ظروف مش كويسة. فيبقى بالنسبة لي في جزء من الامتحان في الاول نظري، والجزء الثاني من الامتحان مسألة كتطبيق زيها زي البروجكت اللي انت اشتغلت عليه. برضو عشان انا فاهم الطالب بيفكر ازاي، هيقول لي اصل انا في البروجكت ما اشتغلتش كل حاجة بايدي. دي مشكلة حضرتك يا باشمهندس. الباشمهندسين المحترمين اللي بيمثلوا الاسيستنس بتوع الماده لما جم قال لك على الاقل تبقى عارف ايه اللي بيحصل، صح؟ فانت عندك المعلومه، انا بحاسبك على التاسك اللي انت اوريدي قمت بيه، ما طلبتش منك اي حاجه او اي ريكورد اخر غير اللي احنا تعهدنا بيه مع بعض. فانا بالنسبه لي في الكاستنج هيبقى فيه جزء نظري وفي جزء تاني مساله تطبيقيه شبه اللي جت في امتحان الميد تيرم، اتحطت في الستايل طريقه الحل بتاعتها على غير المعتاد. انا ما بشرحش كنت مسائل في المحاضره، ولكن لما لقيت الريسبونس مش المطلوب من الطالب في امتحان الميد تيرم كان عليا ان انا اقول لك السيستم ايه في طريقه حل المسائل. هحاول النهارده برضو ان احنا نؤكد عليها ونثمن على طريقه الحل بتاعت المسائل دي. من فضل حضراتكم مهم جدا 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 ان احنا نكون في الاتجاه الصح في تحصيل الدرجات، بحيث ما حدش يقول ان الدرجه كويسه او الدرجه وحشه. مفيش صعوبه في الامتحان باي شكل او باخر، لان طبيعه الامتحان سواء بتاعتي او بتاعه الدكتور احمد زي ما هو قال مش هتختلف عن ما تم الاتفاق عليه والتعود عليه في خلال المحاضرات اللي موجوده، وكذلك امتحان الميد ترم اللي احنا عهدنا بيه في الكاست. خلينا مبدئيا نبص على الكلام اللي اتقال. مبدئيا في مجموعه محاضرات نزلت، مهم جدا ان يتشرح ايه اللي حصل. فقلنا في اول واحده الانترودكشن عشان نعرف يعني ايه كاستنج ونعرف الترمينولوجيز المهمه بتاعتها، ثم اتكلمنا على الكاستنج ايه تيرمز المهمه زي انواع الفاوندرز ايه والطبيعه بتاعتهم. في النهايه خلصنا ان في نوعين من الكاستنج، اما كاست الوي كاستنج لاما روت الوي كاستنج على حسب البرسنتجز بتاعت الالوينج اليمنتس، واتفقنا على ان البروسيسز اللي بتنتج بيها كل واحده منهم بتختلف عن الثانيه. فاتفقنا على نعم يا فندم. حضرتك عامل شير سكرين؟ لسه ما عملتش حاجه، بس المفروض كنت عامل شير سكرين على فيلم الفيديو اللي انا اوريدي كنت واعد ان انا هقوم بشرحه النهارده عشان ابين الحاجات القديمه والجديده كمان. هل هي بالنسبه لك واضحه؟ مفيش حاجة على الشاشة عندي. أنا ما عملتش شير سكرين لسه يا باشمهندس. الشير سكرين بتاعي هو عبارة عن الفيديو اللي هيبقى متاح قدام حضرتك دوت. تمام. أنت كده شيرد معاك؟ تمام يا دكتور. هل كده شيرد الفيديو؟ تمام واضح كده. الفيديو قدام حضرتك طب واضح شغال؟ شغال أيوه. طيب أنا هقف عشان أنا بتكلم، فمش عايزه حاجة تعدي منه. خصوصا ان انا من البدايه عايز اتكلم معاكم فيه يعني. معلش هنخليه كده ونتكلم. مبدئيا احنا اتكلمنا على كاست الوي كاستنج، واتكلمنا على ساند كاستنج والسبيشال كاستنج تكنيكس كتطبيق للكاست الويز. بيديني دايما نير نت شيبس زي ما قلنا، او نت شيبس اللي هي منتجات نهائيه مش محتاج اعمل لها اي عمليات تشكيل لاحقه بعد كده، فاينل برودكت زي ما بيقول. او البديل الثاني ان انا انتج سيمي فينيشد برودكتس تفيد الناس اللي بتعمل عمليات ميتال فورمنج بشكل او باخر.
فاتفقنا على مجموعه البروسيسز من انجوت كاستنج والكونتينوس كاستنج. في المحاضره رقم 2 شرحنا الكونتينوس كاستنج، ودي كانت توبيك رئيسي في امتحان الميد تيرم. ما يستغرب في الكلام ان انا لقيت في ناس تقريبا ما بيجاوبش حاجه في ايه؟ في الكونتينوس كاستنج. وكانوا بيتكلموا في الاول يا دوب محاضرتين اللي اتاخدوا، كان مساش والمحاضرتين، ومع ذلك ما جاوبش كويس في الميد تيرم. في النهايه كله حصل ريفليكشن على الدرجات بتاعته. ثم اتكلمنا بعد كده على الساند كاستنج بروسيس كاست الوي كاستنج او نير نت شيب كاستنج. اتكلمنا على المولد بيتعمل ازاي ومن ايه وتفاصيله ايه وانواعه ايه، واتكلمنا على الباترن انواعه ايه واشكاله ايه وتفاصيله ايه. ثم عملت سويتش لما لقيت الريسبونس مش حلو في الميد تيرم، واضطريت ان انا اعمل المحاضرتين الاخرانيين اللي الناس كانت مستغرباهم. انا عدلت المحاضرات دي اكتر من مره عشان حضراتكم يوصلوكوا المعلومه قناعه مني، سواء انا والدكتور احمد، ان حقك ان انت تعرف المعلومه بشكل او باخر وبشكل سليم. فعملنا او عملت لك الكاستنج ديزاين وفيهم ازاي تحل المساله. اي حد هيتولى حل مساله بشكل مختلف عن اللي انا قلته، انا مش هقدر ان انا اعمل حاجه غير ان انا احاسبه على التقصير بتاعه. المساله موجوده في السلايد رقم 4. السبيشال كاستنج تكنيك كان الاستكمال بتاع شرح الكورس بتاعنا عشان خاطر يبقى فيه داتا عن البروسيسز المختلفه للكاستنج. مهم جدا 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 نفك الطلاسم بتاع الكلام النهارده. حطيت لك الفيديو، والفيديو مكتوب عليه او مشروح عليه الشرح بتاعه بالصوت. الراجل اللي بيتكلم انجليش كويس جدا، واضح جدا، اي حد معلوماته الانجليزيه مقبوله هيفهم الكلام، مفيش مشكله. وبالرغم من كده انا هقفل الصوت وانا بعمل البرزنتيشن على الفيديو، لان انا محتاج اقول لك انت التفسيرات والربط ما بين الفيديو ده والحاجات الاخرى اللي انت شفتها في المحاضرات او السلايدز بتاعتنا. مبدئيا في اخر سلايد اتكلمنا على سبيشال كاستنج تكنيكس. لو حد فينا كان بص عليهم هتلاقيني قايل لك حاجه اسمها شيل كاستنج، شيل مولدنج، راكيا مولدنج، بيرمننت كاستنج، ثم السنتريفيوجال كاستنج بالانواع المختلفه بتاعتها. ونوهت في الكلام ان في سبيشال كاستنج تكنيكس اخرى بتتفسر في خلال الفيديو اللي قدامنا. فمبدئيا الفيديو بتاعنا لو احنا لاحظنا من البدايه انه تابع موناش يونيفرستي في استراليا، ودي ناس محترمه جدا، فيديو قديم ولكن بيفيد جدا في تفسير النقاط المهمه. مشكلته ان هو بيتكلم مع ناس ازف ان هم بروفيشنالز او فاهمين. احنا كمان لازم نكون بروفيشنالز وفاهمين ونتتبع الامر بشكل مميز. انا طافي الصوت بتاع الفيديو حضرتك عشان انا اتكلم وتسمع صوتي للتفسير بتاع النقاط اللي اوريدي هتبقى مسد بالنسبه لك، ولكن من حقك انك انت تسمع هنا والشرح بتاعي، ثم تشوف الفيديو، لان هو الفيديو اصلا صغير حاجه و30 دقيقه. فمبدئيا هو بروفيشنال وجاي من جهه تعليميه محترمه ليها ريسبكشن كامل. تعال نبص مبدئيا على الفيديو بتاعنا. قبل اي شيء السلايد باينه قدامك وشكل الفيديو باين، صح؟ ادي البرزنتيشن فيديو. طبعا اللي احنا شايفينه ده عباره عن مولتن ميتال موجود جوه ليدل او فيرنس كبير جدا. قارن بعد اذنك بسرعه حجم الراجل كومبيرد بحجم الليدل او بحجم الفيرنس. تو ماتش مولتن ميتال موجود، من الحراره اللي موجوده في المولتن ميتال تحس ان هو منور. هو مش منور، هو اوريدي مولتن بشكل او باخر وسوبر هيتد عشان ينفع ان هو يتصب وهو بيرموف الستاج لاير او الطبقه المعيوبه من المولتن ميتال من على المولتن ميتال سيرفيس اللي عندنا. دي خطوه تحضيريه لعمليه صب المولتن ميتال عشان يكسكلود اي ستاجز وانكلوشنز على السطح بتاع المولتن ميتال. ادي الليل بتاعتنا هو بيعمل البورنج يا شباب، وبيتكلم مينلي على ساند مولد. شوف عمليه البورنج قد ايه فيري اجريسيف، ممكن تبقى فيها مشكله، في طرطشات بتحصل من الستاجز والاوكسيديشنز اللي بتحصل من تطاير لشرر موجود مصاحب لعمليه الصب. النقطه المهمه ادي مولتن ميتال
بيحصل له دروبنج على الارضيه. هنا التايتل بتاعنا بيقول جوبنج مولدنج، يعني شغل سباكه او قوالب جوب باي جوب بالطلبيه زي ما بيقولوا. سي معايا برودكت عايز اعمل منه خمس قطع جوبنج مولدنج، واحد تاني معاه برودكت تاني مختلف تماما مطلوب منه 10 قطع جوبنج مولدنج، وهنا بيعمل التكنيك بتاع السينما اللي اسمه البلاي باك، بيجيب الفيلم من الاخر من لحظه النهايه ويعمل ريكول ليه مره تانيه يحكي لك الستوري من الاول. ادي عمليه صب تمت، وبعد ما صب وجمد البرودكت بتاعه خرجه من المولد وبيوريهوني، شايف ان في جيتنج ورايزر انا شفت شكلهم ما مش غراب عليا، وفي البرودكت بتاعي وفي من جوه كافيتي او هول موجوده، لا ده حتى في اثار للستاند كور موجوده فيه. بس من قبل ما اكمل، البرودكت بتاعي شكله مش مظبوط، انا ملاحظ ان السيبريشن لاين ما بين التو بارس بتوع المولد باين، ده عيب في السباكه على فكره. واحد العيوب الشهيره ان الكوب بارت بتاع القالب اتطفى نتيجه الانترنال بريشر بتاع المولتن ميتال، مما تسبب في تسرب مولتن ميتال على الاحرف بتاعه المولد، عمل لي زعانف او الميس ماتش بتاع التو بارتس بتوع القالب. لا وحاجه غريبه كمان ان الكور طالع في البرودكت، دي برضو مش مفترض انها تبقى شكلها حقيقي، هل لما هيعمل البلاي باك هشوف دي كده ولا اشوفها بشكل تاني انا مش عارف. بس مبدئيا احنا واقفين على الستاند اب بوينت الاولانيه بتاعه الكلام. يلا يا باشا، ادي البرودكت بتاعه اهو تاني، ادي الشكل بتاع السبرو. دكتور. نعم يا فندم. دكتور. نعم. معلش بس انا مش عارف هو الفيديو متزوم عندي ولا لا، بس انا مش شايف غير رجلين الراجل، فانا مش عارف حضرتك عامل زوم للفيديو. هو رجلين الراجل انا موقفه يا باشمهندس عشان انت تشوف. لا لو انا مش شايف الكلام خلص. انا مش شايف حتى انا مش شايف حتى الفاينل برودكت. الفاينل برودكت حضرتك هنا. طب اقول لك على حاجه يا دكتور، ممكن تعمل شير سكرين للميديا بلاير نفسه مش للبرزنتيشن بتاع حضرتك. ما هو انا عامل اوريدي شير سكرين للميديا بلاير. هو باين زي ما يكون كده مزوم على حتة وسايب يعني مش الصورة مش في النص بالظبط. بص كده يا باشمهندس، هو كده كده كويسة كده كويسة. انا مش هغير الفيو ده، مش هعمل فول سكرين. تمام خلاص تمام. هو كده ظبط يا دكتور. ترانكيشن للفيديو، بيعمل ترانكيشن للصورة مش عايز ياخد الفول سكرين ويعمل لها تمام شيرنج. كويس زي الفل كده زي الفل كده كده زي الفل. شايف البرودكت يا باشمهندس؟ ادي الجيتنج سيستم. تمام. الكاب او السبرو كونكتد مع الرايزر، ادي البرودكت بتاعي هولو وباين الساند كور باصد على الكافيتي بتاعتنا. مبدئيا باين البرودكت هولو برودكت، وفي العيب اللي قلنا عليه الزعانف باينه اهي بالماوس ماشي عليها. لو كمان في حاجه هنا تريكي، انا مش عارف هو عامل ازاي الجيتنج سيستم والرايزر علاقتهم ببعض مع المولد كافيتي بتاعت البرودكت بتاعه، هيبان لما يعمل البلاي باك اللي انا مستنيه. يبتدي يشتغل الراجل بالرغم ان الحته دي للساند مولد حوالي خمس دقائق، الا ان فيها كلام كتير ممكن يبقى نقف عليه عشان نلم الموضوع ويبقى ان هاند زي ما بيقولوا. مهم جدا نقول انا محتاج اعمل باترنل ده ومحتاج افهم، لان هو بيشتغل تلقائي، ازاي عمل الجيتنج والرايزر وازاي الكونكشن ما بين الجيتنج والرايزر مع الساند مولد بتاع البرودكت بتاعي، وازاي الكور ده كمان اتعمل، وهل هو ده كده ولا في حاجه تم اجراءها عليه. خلينا نشوف. يلا يا باشمهندس، بيحاول يخبط على الساند كور اهو. مبدئيا ادي الفيو بتاعنا، لازم هيعمل ستاندنج على فلات بورد يشتغل منها، دايما معاه فلاسك، بيبتدي دايما الشغل بالفلاسك التحتاني، ومعاه اللور بارت من الباترن، الجزء التحتاني من الباترن مع اللور فلاسك عشان يفورم كافيتي تمثل الدراك بارت من القالب بتاعنا. النص الاولاني او النص الفوقاني من الباترن محطوط انسايد اهو في الجنب، وهنا التولز اللي بيشتغل بيها لعمليه المولد ميكنج. مهم جدا نبص على الكونتينرز كده، ساند سيليكا اهو، وادي الطاميه اهو، يبقى الكونتينرز باينه، وفي نفس الوقت الميكشر بتاع
الفيزيكالي بوندد ساند سيستم اللي احنا اتفقنا عليه رمل مربوط بطمي وعليه الووتر، وممكن يبقى فيه اديتيفز بسيطه من الكربونيتس ماتيريال عشان يشتغل. مهم جدا نقط. يلا يا باشمهندسين ادي الشكل بتاعنا، ونقف على الفيو ده كده. ادي الهاف بارت بتاع الباترن بتاعنا، باين ان هو تو كلر. هل هو ملون كده عشان خاطر يظبط الاداء، ولا يظبط الباترن، ولا يعمل ايه؟ لا، ده في ستاندرد كلرنج سيستم للباترن على حسب اللون. اللون البني بيمثل سيرفيس من سيرفيس البرودكت بتاعي. اللون الاسود زي الجزء البارز ناحيه اليمين دي، وتحت صباع الراجل مستخبي اجزاء بارزه والوانها سوداء. اتفقوا الناس دايما على ان اللون الاسود في الباترن بيمثل بروزات بتاعه الكور برينتس، يعني من غير كلام الباترن ده بتاع هولو برودكت. وعشان ممنوع في الباترن زي ما اتفقنا ان يكون في اي انترنال كابيتيز او هولز، بيستبدل الهولز والانترنال كابيتيز بكور برينتس تمثل بروزات وتاخد دايما اللون الاسود. حط الباترن بتاعنا النص التحتاني، حط اللور بلاس على البوتون بورد، والبوتون بورد دي كانها البارتنج لاين بتاعه. لو احنا لاحظنا الباترن محطوط وفي الالاونس اللي قلنا عليه من اول سايدز بال100 ملم من الامام ومن الخلف ومن الرايت ومن الليفت هاند سايد، الوحيد اللي مسموح بيه الالاونس صغير في اتجاه الهايت فقط لا غير، ما زي ممكن يقل لغايه ال50 ملم. يلا باشمهندسين بيسنتر البرودكت بتاعه سيف عادي خالص يدوي، وهيشتغل الفيزيكالي بوند ساند، بيعمل سيفنج وينزل رمل فقط لغير نظيف، ويبتدي يعمل الرامنج بتاع الساند اراوند الباترن. الرمل الاولاني كان فيسنج ساند بيحوط الباترن، الرمل الثاني اللي حطه بعد كده كان باكينج ساند، ما عملوش سيفنج، ما نقهوش، ما عملوش نخل، حط الرمل وبيعمل عملية الرامينج فقط لغير عشان يزود السترينث بتاع الساند مولد بتاعنا. بيستخدم رامرز، بيستخدم ديس، المهم في النهاية هو بيعمل عملية الرامينج عشان يزود السترينث بتاع الساند حوالين البلاس وولز وحوالين الباترن بتاعنا. الاسترايك اوف، بالاسترايك اوف بار الفيو ده خطير جدا. بعد ما شكل هاف المولد اللور بارت قلب بحيث البارتنج لاين او البارتنج بلين او السيبريشن سيرفيس او السيبريشن بلين باين قدامي، بنت الهولز الموجوده في اللور بلاس وبنت الهولز الموجوده في اللور بارت بتاع الباترن. هل هيعمل نفس الاداء في اللي ايه في الابر بارت؟ ما اعرفش. دي سيبريتنج ماتيريال عشان يفصل، ركب الابر بارت من الباترن على اللور بارت في بنز. هو ما ورهنيش بس مبدئيا انا قادر ايماجن ان الباترن ركب في مكانه نتيجه التو بنز اللي فيه، اللي ركبوا فيه التو هولز بتوع اللور بارت من الباترن، والاكستنشن عباره عن الكور برينس يمين وشمال. السؤال الاهم، رايزر بن عشان يعمل رايزر، سبرو بن عشان يعمل جيتنج سيستم. خد بالك كلها بارس بيعمل بيها مولدنج لجيتنج ورايزر. شالهم تاني غريب قوي، شالهم ليه؟ طب ما كانوا كويسين. ده هو عمل علامات فقط انتر كونكشن ما بين الجيتنج والرايزر. مهم جدا الفيو ده، التو بينز بتوع الابر فلاسك هيدخلوا في التو هولز بتوع اللور فلاسك عشان يفورم الابر بارت بتاع المولد ويخلص. رجع تاني رجع الحاجات، ده هو كان جاست خايف ان هو بيدخل الابر فلاسك يعمل دامج ليه السبرو بين والرايزر بين، فكان بيحط لهم محل هندسي فقط لا غير. ادي جيتنج ورايزر بينز، رمل منخول اوريدي ما بينليش ان هو نخله، حطه بالشياكه خالص وبهدوء خالص حوالين وايه الباترن والرايزر بين والسبرو بين، وعمل الرامنج وما بينليش الرامنج كان كتير ولا قليل، بس الديفولت ان هو يكون قليل عشان ده محتاج يسكيب منه اير جاسز، ويبتدي يشكل الكاب او البيزن اللي هيصب منه المولت الميتال في الابر فلاسك حوالين
السبرو. عمليه الديستورشن او اللحلحه زي ما بيقولوا عشان فك التو بارس من بعض، بالرغم ان انا حاطط السبريشن باودر في السكه اللي هي الماده البيضاء اللي كان محطوطه في الاول، ولكن هو محتاج الستيب دي عشان يموف الباترن بتاعنا. طبعا دي غلطه ان هو لما شال الابر تاسك الباترن هاب بتاعه اتساب مكانه، غلطه، هيعمل نفسه اكنه ما خدش باله دلوقتي وهيركبها وكانه ايه ما حصلتش. دي معلومه، ادي الفيو بتاع اللور بلس، ادي اللور بارت من الباترن، ادي اللور بلس، وادي الاثر بتاع الجيتنج والرايزر. جيتنج على اللي ايه الخلفيه، وفي المقدمه الرايزر كبير جدا، وادي الانتر كونكشن ما بينهم. بيكت المسار اللي هيدخل منه المولد الميتال، يعني الانجيت ده الابر بارت بتاع المولد باين. اللحلحه زي ما بيقولوا المصريين هيلحلح الباترن من مكانه عشان يرموه. هل ممكن يحصل دامج للرمل؟ ممكن، بس هيحصل دامج هضطر اصلحه او اهد تاني وارجع اجيب من الاول. خد بالك عشان اريموف الباترن باس من المولد من غير ما اهد، محتاج للدرافت الاونس اللي هي موجوده في الاسطح اللي واقفه فيرتيكال جوه القالب. درافت الاونس ما يقوليش هو شكله ايه، بس مبدئيا انا فاهم ادي مبدئيا اللور بارت من الباترن هيتشال والاوبر بارت هيتشال كذلك. عمليه الريموفال تمت سموثلي جدا، مفيش اي دامج حصل للرمل. السؤال ادي الكور اتعمل اكسترنال بكور بوكس، بس اللون بتاعه مختلف يا شباب. لون الستاند اللي موجود اقرب ما يكون للستاند الحقيقي، بس لون اغمق شويه مش طبيعي. ده هو عليه اضافه، والاضافه دي هي اللي عملت تغير اللون للشكل الغامق ده. لا وكمان طريقه التماسك بتاعه الساند هنا مش فيزيكالي بوندد، ما لهوش كليب، وبالتالي هو كيميكالي بوندد ساند، والكيميكالي بوندد ساند ده اتعمل بره الحسبه. يبقى القالب بتاعنا ده مش فيزيكالي بوندد فقط، فيزيكالي بوندد على سكيل المول، كيميكالي بوندد على سكيل الكور. طب مش معنى الكور اللي اتعمل كيميكالي بوندد؟ قال لك لان الكور بيبقى انترنال جوه البرودكت، اي ديفكتس هتظهر من الكور هتبقى مستخبيه جوه البرودكت، وبالتالي عرضه ان هو يطلع البرودكت ديفكتيف او ان ساوند كاست بشكل او باخر. الملاحظه المهمه هبان، هو الكور ده كله ساند سوليد ولا لا؟ هنشوف. المسارات اللي على اليمين والشمال اللي عامله زي الزجزاج دي عباره عن كافيتيز او باسز يطلع منها الجاسز من الساند كور عشان يبريفنت اي احتباس للغاز اللي موجود في القالب والكور موجود. طيب قفل النصين، قفل النصين كده هو ريدي ان هو يصب والموضوع خلص. ادي الفيرنس، ادي الليدل، الليدل دي عليها مناوله زي الكبشه بالظبط بتاعت الاكل. تذكر بعد اذنك بص على الليفل بتاع المولت الميتال في الرايزر اللي هو الناحيه الثانيه، شوف هيحصل له ايه، هل هيترفع لغايه الاخر والرايزر فايدته ايه؟ هو ده المهم. بيصب المولت الميتال في الجيتنج وبيأشر على الليفل بتاع المولت الميتال في الرايزر. لما المولت الميتال يحصل له رايزنج في الرايزر يبقى المولت الميتال نظريا المفروض يكون ملا في المولد كافيتي اللي تحته ومستخبيه، فيبقى بالتالي اول فانكشن للرايزر انه انديكيت ان المولد حصل له كومبليت مولد فيلنج لما يحصل رايزنج للليفل بتاع المولت الميتال جواه. لا وكمان يسكب منه اير وجاسز لان مولت الميتال دفع الهواء والغازات خرجوا من الفتحه بتاعت الرايزر. يبقى دي الفانكشن رقم 2. الفانكشن رقم 3 انه يعوض انكماشات بتحدث في المولت الميتال اللي موجود في المولد كافيتي اثناء السوليديكيشن والتحول من المولتن ستيت الى السوليد ستيت. هيبان هنا بعد اذنك في اللحظه دي، بص على الليفل بتاع المولتن ميتال هنا اللي في الرايزر، هل هو ثابت؟ طلع نزل؟ هيبان. نزل للحظة، اللحظة بتاعت الشطة اللي حصلت بلغة المصريين دي اللحظة اللي عوض فيها أي شرينكج موجود في المولد الميتال اللي جوه المولد كافيتي. هيبتدي ريموف البرودكت. آدي البرودكت بتاعنا أهو، وآدي الجيتنج والرايزر، وآدي الكور اتكسر أهو. هو الكور كان سوليد ولا كان هولو يا شباب؟ هولو.
احنا قلنا ان في نوعين من الكورز، في صادد كور وفي هولو كور. الصادد كور للكورز الصغيره محتاجه اقويها لانها ضعيفه فبسيبها صادد، لكن عشان الكور حجمه كبير والبريشر اللي واقع عليه مش كتير، فعشان اقلل التكلفه بتاعه الكور لانه غالي تكلفته، فانا بعمله هولو كور بحيث اقلل الكوست بتاعت هذا الكور. ملاحظه المهمه ان هو طلع البرودكت وهيبتدي يبص عليه، ادي الفاينل برودكت بتاعي. وبرده التنز او الزعانف اللي بتمثل العيب الرئيسي كان ظاهر. الحل يا شباب عشان العيب ما يظهرش ان انا كنت احط بالانسنج ويتس على الابر فلاسك او على الكوب، فيخلي دايما الكوب مضغوط لاسفل، يبريفنت اي اسكيب للمواد الميتال من الاجناب ويمنع تكون الفينز او الزعانف اللي قدامنا دي. الملاحظه الثانيه ان الجيتنج سيستم بيدخل الاول على الرايزر اللي حجمه مهول وكبير جدا، ثم يودي من الايه من الرايزر على المولد كافيتي. وانا مهتم بالرايزر انه يتملي، وانا مهتم بالمولد كافيتي اكيد بالمولد كافيتي، يبقى غلط ان بسكه المولد الميتال وهو بيملى داخل المولد كافيتي. اول حاجه وحشه كباد ديزاين، ده باد كاستنج ديزاين. المفروض حضرتك تخلي دايما المولد كافيتي هي ليها البريوريتي في عمليه التصميم والاملاء، بعد كده املى اي حاجه ثانيه. انت الجيتنج معمول عشان يعبي مولد الميتال في المولد كافيتي، فانت مأخر ملوه المولد الميتال جوه المولد كافيتي بان انت حاطط الرايزر في السكه. لا وحجم مهول، لو عملت كومباريزن ما بين حجم الجيتنج والرايزر كومبيرد بحجم ووزن الكاست بتاعك، هتلاقي تقريبا هم قدوا في الوزن، فالكاستنج يلد بتاع الراجل ده قليل جدا جدا جدا، مصحوبا بباد ديزاين للجيتنج ورايزر. لا ومصحوبا كمان بانه ما استخدمش بالانسنج ويتس تسيور بيهم الكوب عشان يبريفنت تكون عيب شهير اللي اسمه الفينت، ودي احد العيوب. لا وكمان ما ورنيش عمل ازاي الساند كور المعمول كيميكال بوند زي ما قلنا. هيجي الكلام بعد اذنك، خد بالك هيبقى الكلام مسترسل ورا بعضيه. ادي كولد بوكس مولدنج، تيك كير كولد بوكس مهم قوي، احد اشكال السبيشال كاستنج تكنيكس. هو اوريدي الساند مولد كان في الاول عليه موزيتشر وكان اسمه جرين ساند، يبقى ساند وكلي وموزتشر او ووتر وجرين ساند. لما اتصب حصل ايفابورايزيشن للووتر وبقى دراي ساند. مطلوب للساند مجموعه بروبرتيز اتقالت كتير خلال الكورس وخلال اللابس بتاعتنا. محتاجين ها مولدابيلتي، محتاجين جرين شيب وسايز وكومبوزيشن محدد، محتاجين ريفراكتورز، محتاجين برميابيليتي، محتاجين ريفراكتورنس وكولابسابيليتي، محتاجين الكولابسابيليتي عشان يمنع ان المنتج يتمسك عليه من الساند بعد عمليه الكاستنج وما يدهنيش. لما بنيجي نتكلم على الكولد بوكس مولدنج بنتكلم على تكنيك بتاع كيميكالي بوند ساند. الراجل واقف قدام مكنه والمكنه بتعمل دريبنج او دروبنج ليه ساند ميكتشر، معرفش الكونتنس بتاعته ايه، هنشوفه في الفيديو بجد، بس اتحط واتاخد الكلام. تعال نبص عليها تاني بعد اذنك. ادي جرين ساند ماشي، صبيت حضرتك مولتن ميتال، حصل ايفابورايزيشن للووتر بتاعتنا وبقى دراي ساند. عايز الساند له جرين سترينث وعنده هاي دراي سترينث كمان، ده كده فيزيكالي بوندد. لما اتنقلنا على الكود بوكس الموضوع اختلف. ادي الكود بوكس لون افتح من اللون بتاع الكور. ادي كود بوكس عباره عن ايه؟ الكود بوكس ده عباره عن ساند يتعمل بيه مولدز وكورز. لو انت عايز هو هنا بيعمل مولد يا باشمهندسين. المولد بتاعنا فيزيكالي بوندد ساند عباره عن ساند وماده اسمها صوديوم سيليكيت او ميه الازاز زي ما بيقولوا المصريين،
Na2SiO4 ميكس مع بعض لان ميه الازاز دي سايله، فتبقى رمل عجينه يحصل بيها مولدنج، يتشكل بيها المولد بتاعنا ويحصل انجكشن لCO2 جاس، فتتحول من صوديوم سيليكيت الى صوديوم كربونيت، ودي ماده مزججه قوه الازاز وتماسك الازاز بشكل كبير. تعال نبص بعد اذنك، ادي الصوديوم سيليكيت وادي الجاز بتاع CO2 بيحصل له انجكشن عشان يتحول الصوديوم سيليكيت الى صوديوم كربونيت ماده مزججه. كريم علاء عايز تقول حاجه؟ كريم اتفضل. دكتور، هو الرايزر مش مهم احطه في اعلى حته في الجزء الثاني انا عايز اعمله ده. لا ده الرايزر ممكن احطه في الجنب عادي. الجيتنج مشكله، الرايزر مش في اعلى حته ولا في ادنى حته، الرايزر في الجزء او اتاشد او كونتاكتد على الجزء اللي هيحصل له سوليديفيكيشن لاست، اخر جزء يحصل له سوليديفيكيشن. واضح؟ تمام. يعني مش شرط على الجنب يعني. في الاخر كونتاكتد عليه الرايزر عشان يغذيه. النقطه اهم ان الجيتنج سيستم لما يدخل المولت الميتال على المولد كافيتي يدخل من اسمك واتخن حته فيه، ما يدخلش من حته رفيعه تؤدي الحته تخينه جوه المول. سامعني؟ تمام. ده مهم ليك ولزمايلك، هوريها لك في حته ثانيه دلوقتي. المهم في النهايه بعد الانجكشن بتاع السي او 2 ده على الصوديوم سيليكيت يتحول لصوديوم كربونيت بتماسك قوي جدا، هياخد وقت بسرعه هيتجمد هذا المول. يلا يا باشمهندسين، بينجكت السي او 2 قبل الكومبليت كيورنج، بيفك المولد عشان نلاقي الكافيتيز باينه. ده كولد بوكس سخن هنا شباب؟ لا، دي ميزه. ادي الباترن بتاع البرودكت بتاعنا وادي المولد كافيتي. الناحيه الثانيه ما بيقولش ستيك اير، هنا قفل قالب معدن اهو وحطه جوه مكنه، الله اعلم بيعمل ايه في المكنه دي، هيبان. ادي الاوتبوت بتاع المكنه، ده عباره عن كور. بص الكور شكله عامل ازاي، بيظبط اسطح بتاعته فاينل وبيعمل له كوتنج كمان عشان يظبط السيرفيس بتاعه بهاي كواليتي، يبقى الكور ده بيرفكت من انترنال سيرفيس. وادي الكورز بتاعتنا اهي، شوف هو مجهز ازاي بير الكورز دي بره الحسبه، ويبتدي ياخدها يفاينلايز الاوبريشن عليها. ادي ازاي الكورز اللي كان واقفه حالا بتتعمل، ادي المولر او الخلاط، خلاطه بتاعه الرمل شبه مكنه الطعميه البلدي اللي في الشارع، والراجل معاه لينسيد اويل اللي هو زيت بذره كتان، معلش مع كل الاحترام، زي للمصريين بيعملوا بيه طعميه، زي زيت التموين القديم اللي قبل اللي بيتباع في السوبر ماركت ايام زمان، بيحط كميه من اللينسيد اويل او زيت بذره الكتان في الرمل على الخلاط بتاعنا ويعمل ميكسنج. ادي الرمل وحط كمان شويه بنتونايت اللي هو الرمل البايندر الابيض اللي انت شبه الاسمنت الابيض ده عشان يحسن من التماسك بتاع البند. بص بعد اذنك شوف بيتشك ازاي، بيجس على الرمل فيلاقيه بيتماسك يقدر يشكل بيه مولد او كور. ادي جزء الرمل اخد هذه الاجزاء من كورز وغيرها دخلها جوه محرقه او محمصه عند 300 درجه تقريبا. بص الاوتبوت بعد ما كان لون الرمل اصفر مبيض، ايه اللي حصل له؟ لونه غمق طبعا، في ريحه بتاعت حريق الزيت ظهرت لان 300 درجه كانت كافيه. بص اللون عمل ازاي؟ اتطفى، الزيت اتحرق بس عمل تماسك رهيب وقوي في الساند بارت بتاعي. يبقى كور يبقى ساند بتاع مولد مش فارق معايا، المهم ان هو تكنيك كيميكالي بوندد، بس المره دي حصل له هاردننج او كيورنج عمليه الهيتنج عند 300 درجه زي ما قلنا. يبقى بالتالي هوت بوكس مش كولد بوكس، هوت بوكس. الهوت بوكس عباره عن ساند واويل وبيحصل له هاردننج بالهيتنج عند 300 درجه. ايه مشكله الهوت بوكس؟ مشكلته انها بروسس
مملة بتاخد وقت كتير؟ اه بتاخد وقت كتير، اشكل واروح احرق، وكمان في فيومز في بيكنج بيحصل، ريحة حرق الزيت دي مش ظريفة، وبالتالي انفايرومنت مش مناسب للعمالة، ولكن الناس متعايشة مع الوضع اللي هي بتعاني منه. هوت بوكس وكولد بوكس، طبعا الكولد ظريف، ادي الكولد بوكس، لا كولد بوكس وهوت بوكس الاثنين مع بعض، الغامق ده هوت بوكس، كل الفاتح ده كولد بوكس، فانا بعمل قالب ميكس كولد على هوت على حسب الداتا اللي انا عايز. بص البرودكت قد ايه ثن وقد ايه حجمه كبير، بص القالب بتاعنا، ادي الفلاسك خشب ماشي فريم اتجمع، وادي الباترن، بص كبير ازاي كومبيرد بالناس الكبيره اللي بتشكل، ده كولد بوكس ساند يعمل له سترايك اوف. جيتنج ورايزر معمولين بشكل او باخر، ادي كده نص القالب. فين الفلاسك؟ مفيش فلاسك يا باشمهندس، الفلاسك ده في الاول كده بنعرفك بيعمل مود كوتنج عشان يحسن السيرفس والكواليتي بتاعه البروديوس برودكت، بيقفل التو هابس على بعض، كل ده كولد بوكس. بص الايه الكب او البيزنز اللي هيصب منها، ادي الكب وتركب، وادي المولت ميتال، كل اللي فوق ده ستاجز. هنا الفيو ده خطير جدا، نصين القالب مقفولين كوب ودراج، البالانسنج ويتس باينه ماشي، تو جيتنج سيستمز بيصب منهم اثنين مولتن ميتال، كل واحده فيها اثنين عمال بيقوموا بعمليه الصب جوه نفس المولد. طبعا عشان البرودكت كبير مش هينفع ان انا املاه من وان سايد، مش هلحق املاه، فبيملى من اثنين جيتنج سيستم، حاله نادره ومميزه. بنقول دايما للناس ما تعملش اثنين جيتنج سيستم عشان ما يحصلش ماتشنج للتو ستريمز جوه القالب، فيعمل لك كراشنج او يعمل لك مولد ايروجن عنيف، ولكن هنا انت ممكن تكنترول بشكل او باخر لو المنتج بتاعك حجمه كبير كده، فتموف واحد فيهم في اتجاه والتاني في اتجاه تاني، وبعد كده يتقابلوا وهم ريلاكسد جوه المولد. طبعا عمليه مزعجه جدا مش سهله. في النهايه البرودكت اللي طالع اهو برودكت واحد، طبعا هو عمل ويل مانجنج لعمليه الصب بشكل او باخر. دي احد الصبات الجامده جدا، عباره عن بيل كبير جدا بتاع كاتدرائيه من الكاتدرائيات الكبيره، في عمليه مميزه اسمها بيت مولدنج، يعني عمليه تشكيل قالب على الارضيه بتاع الورشه، مش حفره جوه القشره الارضيه، لا ده على سطح الارض بيبني المولد ده شباب. السكيلتون باترن اللي احنا اتفقنا عليه اللي هو عباره عن روتيتنج بارت في البروفيل بتاع البرودكت بتاعي، دي عباره عن سبورتنج ويتس، اجزاء معدنيه هيستخدمها في ان هو يسبورت اجزاء المولد من الداخل عشان البرودكت كبير في الحجم. بص كميه الكود بوكس ساند بتاعنا كبيره قد ايه، ياخد ايام يفورم المولد ده. السكيلتون باترن او السويب باترن شغال بيه بحيث يظبط. بص قد ايه قوه التحمل بتاعه المولد بتاعنا بعد الكولد بوكس كيورنج، الراجل ماشي عليه بالسيفتي شوز وبوزنه الثقيل ده مش اي مشكله. ادي الكوب بارت معمول بره، فلاسك كبير جدا حجمه مهول، هيروح يشيل الكوب بارت ويوديه على الدراك بارت اللي في الارضيه. ايه ده بيكراش بمطرقه، شوف الرمل بعد ما مسك الكراشنج اللي حصل ده، لان هو بنى جزء تاني جوه القالب خفاه ورجع عمله تاني بالريموفال، هو عمل ريموفال لجزء من القالب عشان يفورم القالب بشكل او باخر. كده القالب ريدي، اللور بارت بيخلصه اهو، بيعمل له فينيشنج وهيركب على اللور بارت ابر بلاسك بتاعنا، بيت فيرنس على سطح الورشه. عمليه طبعا تو ماتش، وزن 40 30 طن، الكتله المميزه بتاعت جرس الكاتدرائيه الكبير، طبعا كميه المولت المتر رهيبه، ما ينفعش اعمل هنا الصبه دي وانا مش متاكد، فبياخد سامبل من المولت المتر قبل ما يصب ويعمل لها اناليسيز مباشره يكونفيرم انها بالكومبوزيشن المطلوب. اوكي
هي دي الكومبوزيشن اللي انا عايزها. كولين كيرف اترسم خلاص اوكي اقدر اصب. نبص على الريفيو وهو بيصب يا شباب. ادي الفيرنس، ادي الباسج ويز عشان يروح للمولد بتاعنا. حاطط فليمز زي بتاعت الدكتور احمد فريد بتاعت الاوكس استرين ولكنها كبيره عشان يعمل ري هيتنج للمولتن ميتال وما يلحقش يكون اتجمد قبل ما يملى هذه الكميه من المولتن ميتال هو الكافيتي اللي هو عايزها. ادي المولت الميتال اهو، شوف الكميه قد ايه اللي بتتصب. وقت الصب ده خطير جدا على حسب كميه المولت الميتال، ولكن الناس عملت حسابات بسيطه قال لك لا يجوز ان وقت الصب يقل عن 10 ثواني او يزيد عن 60 ثانيه تقريبا عشان المولت الميتال ما يلحقش ان هو يحصل له بارشال سوليديفيكيشن في السكه. تكنيك من التكنيكس الجديده بتاعت الرابيد بروتوتايبنج اللي هو 3 دي برينترز اللي احنا بنتكلم عليه طبعا في المكنه في الاول، كانت بتشتغل على برودكت من الشمع، كان بيتعمل البرودكت من الشمع وكانوا الناس بتوع الكاستنج بيستعينوا بيه في عمليه الكاستنج بشكل او باخر. يعمل البرودكت رابيد بروتوتايبنج، يعمل له الباترن بتاعه من الشمع، يقعد المكنه تبني فيه لايرز فوق لايرز كده لغايه ما البرودكت يخلص، ممكن تاخد 8 10 ساعات. طبعا المكن ده حصل له ابجريدنج مميز. المهم في النهايه الفيو ده كده بيقول ان البرودكت اللي تقريبا 5 سم في 5 سم في 5 سم اخذ حوالي 8 ساعات. طبعا كان مكن قديم ولكن الجديد حاجه مختلفه. المهم ان هو باترن من الايه؟ الشمع. عشان يكون كي وورد للعمليه المميزه اللي اسمها انفستمنت كاستنج او سباكه استثماري اللي اتقالت فيه سبيشال كاستنج تكنيك. الباترن بتاعنا معمول من الشمع، المولد معمول من ريفراكتوري ماتيريال او سيراميك ماتيريال. بعد ما عملنا الباترن من الشمع عملنا اسطمبه حقن شمع على مكبس حقن شمع. في الاسطمبه هنحقن باترنز كتيره من الشمع. الراجل هو بيفك الاسطمبه يطلع منها الباترنز الشمعيه ويبتدي يعمل لها اسمبلي على شكل 3. ادي الباترن الشمع بتاعنا 3 كامل. ادي باترن الثانيه، شوف البرودكتس عامله ازاي جوه الاسطمبه. يعمل لها ريكلاميشن عشان يجهزها انها تكون انفستمنت كاستنج بجد. ادي الست بتعمل فورميشن ل الواكس التري اللي فيها الباترنز المعموله من الشمع كلها، وبتلحم عشان يبقى كله وان بارت ما فيهوش اي تسريب. جزء هيتر زي الكاويه بتاعت اللحام بتاع الراجل بتاع الالكترونكس. ادي الباترن المعموله من الشمع، ودي ريفراكتوري ستارز هيسقط فيها التري الشمعيه بحيث تعمل كوتنج في كل الاتجاهات، لاير فوق الثانيه فوق الثالثه. المهم يبقى فيه ثيكنس من الريفراكتوري ماتيريال او السيراميك ماتيريال كافيه ان يحصل صب جوه هذه اللاير التخانه بتاعتها. لو انت لاحظت كلها كوتد بالريفراكتوري الا الجزء الاسفل اللي بيمثل الجذر بتاع التري او الشجره. ثم هيعمل فورميشن ثاني اللاير ثانيه بيزود التخانه بتاعت الريفراكتوري عشان يأمن على تخانة المود. في النهاية اتحطت الشجرة مقلوبة بحيث الفتحة اللي في الشمع تحت وتسخن الشمع عشان يحصل له ميلتنج. كده الباترن الشمع ساح، حطها ستاند اب والفوق عند 700 درجة عشان يكون فيرم ان الشمع اتحرق واتبخر. كده عنده ريفراكتوري ماتيريال سخنة عند 700 درجة وفيها كافيتيز اتعملت تفاتها من الشمع يصب عليه. بص البرودكت اللي طلع بعد ما قطعه وبيعمله فينيشنج. الانفستمنت كاستنج مميزه، ممكن ياخد القالب يومين ثلاثه عشان
يحصل له سولديفيكيشن للمولتن ميتال جواه، يجي مشكله القوالب السيراميك المعموله. بص البرودكت صغير ازاي، ميلتنج وليدل دي عمليه ازاله لجيتنج ورايزر. بص بيمكن يبقى التعامل ازاي بعمليه طرق او هامرنج، ممكن يبقى عمليه كاتنج بمنشار بمبرد وات ايفر. الجراي كاست ايرون احد الماتيريالز المهمه، داكتايل ايرون البديل رقم 2 من الكاست ايرون، بيديك انديكيشن بالميكانيكال بروبرتيز كده مبدئيا. ادي برودكتس من الكاست ايرون في عمليه معالجه حراريه عشان في النهايه نحصل على البروبرتيز اللي احنا مستنيينها، جزء هيت تريتمنت للداكتايل ايرون عشان يتظبط المايكرو ستراكشر بتاعه، وبالتالي التين البروبرتيز اللي احنا مستنيينها في هذه النوعيه من الكاست ايرون. نعمل منها مواسير، نعمل منها محابس بتاعت ميه وبتاعت طرف صحي وغيرها وات ايفر. المهم في النهايه داكتايل ايرون ماده غزيره وغنيه جدا بالبروبرتيز بتاعتها. مش هقول كتير في الهيت تريتمنت لانها مش مجال الكلام بتاعنا، ولكن مهم جدا 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 ان انت تسمع الحته دي ليك كبني ادم بيتحاول يتعامل مع ماتيريالز عموما. لما تيجي تتكلم على الاند بوينت بنتكلم على كاستنج، بنتكلم على برودكت بتاع كاستنج. ادي برودكتس معموله كاستنج، اوكي كلها جري كاست ايرون، اوكي. دي مكنه مهمه جدا بتاع تجهيز القوالب، عشان الناس بتعيب دايما على الساند كاستنج انها عمليه يدويه وانها بطيئه وانها تاخد وقت كبير. لا يا باشمهندسين، المكن بيساعدني، فالاوتوميزيشن بتاع المكن مهم جدا. المكنه بتاعتنا مكنه تشكيل قوالب اسمها ها سكويز جولتنينج. المكنه بتاعتي بحط ايه الباترن بتاعي وبستعين بالمكنه، اما بعمل جولتنينج يعني هزهزه للقالب بديلا عن الهاند رامينج، ده اما بعمل بريسنج زي ما هيجي حالا في المكنه. هو دلوقتي بيعمل جولتنينج، بيقول لك ميديوم بي برودكشن. دكتور بعد اذن حضرتك، دي سكويزنج بارت، ادي ايه الجولتنينج اهي الهزازه، الناحيه الثانيه هيبرس عليها من فوق سكويزنج. دكتور اتفضل يا باشمهندس. هو بس عندي سؤال، هو في حاجات حضرتك شرحتها النهارده احنا ما عندناش سورس نذاكرها منه او ما خدناهاش في الحاجات اللي اتشرحت قبل كده، هل في سلايدز او حاجه نذاكر منها؟ هوريكي حالا يا باشمهندسه عشان انت بس ايه بتقولي كلام مهم. حاضر، هخلص بس الفيديو الاول وبعد كده هقول لك. تمام شكرا. ده اوريدي كونفير بيحرك الابر بارت واللور بارت. ادي الكولد بوكس مولدنج اهو تاني بيذكرهولك. الريفرنس بتاع حضرتك على فكره هو الفيديو، الكلام اللي بيتقال في الفيديو واللي انا قلته لك اوريدي كلاما. ادي الكولد بوكس اللي هو ايه؟ ساند صوديوم سيليكيت وبيحصل له هارنينج بالسي او 2. وادي الهوت بوكس بالاسم هو يا باشمهندسة بالكونتنت بتاعه اللي هو عباره عن ساند واويل ويحصل له هيتنج. الفيو ده خطير جدا، ده ابر بارت ده لور بارت من المولد. لو انت لاحظت هتلاقي المولد مش كامل، مش كله ساند، هو عامل لاير فقط لا غير وجواها المولد كافيتي. يبقى ده تطوير للهوت بوكس فيما يسمى شيل مولدنج، هو عامل اطار فقط يحتوي المولد كافيتي. تبقى شيل مولدنج احد الاختيارات منه ان انا اعمل الشيل دي بالهوت بوكس او بالكولد بوكس، المهم يتحمل البريشر بتاع المولد. دكتور صب جواه. اتفضل.
هو الكولد بوكس بعمل منه الباترن، يعني الرمل ذات نفسه بعمل منه الباترن. انا قلت باترن يا باشمهندس، انت كده بترجعني تاني نقطه الزيرو بوينت. انا قلت ايه؟ كولد بوكس وهوت بوكس، وهوت بوكس يعملوا مولد ويعملوا كور. الباترن حضرتك يبقى انت ما بصيتش على الستايلز اللي قبل كده، صح؟ طب دكتور لا شفتها بس ما. اسمعني اسمعني اكمل بس مع الراجل اللي بيتكلم. انت ما بصيتش على الستايلز اللي فاتت، صح؟ هو الباترن فايدته ايه يا باشمهندس؟ الباترن هو اللي بيسيب لي الكافيتي اللي بتاخد نفس شكل المولتن ميتال بعد ما يتصب، اللي هو الفاينل برودكت. حضرتك الباترن جسم زيه زي البرودكت، هدفه تشكيل الكافيتي اللي انا هصب جواها المولتن ميتال. الباترن يتعمل اما ايفابوريتيف من الفوم، لا اما بيرمننت من الخشب او من البلاستيك او من المعدن. من فضل حضرتك يبقى ارجع تاني للستايد اللي انت ما شفتهاش عشان ما ترميش اللوم على من هم درسولك. انت معنى كده ان انت بتميكس حتى بعد ما خلصت بروجكت ما بين الباترن والمود، ودي حاجه تريكي. واضح؟ بعد اذنك مين اللي كان بيتكلم تاني؟ اتفضل. يعني ايه الفرق بين الكولد بوكس والهوت بوكس؟ مش عارف يعني، هو مش هو في الاخر مود يعني الاثنين نفس ايه التارجت، بس واحد احط على الرمل اويل وسخن بعد ما يتشكل عشان اجمده ويتماسك، اسمه هوت بوكس. تمام. كل ده مش سخن. مشكلته في السخونيه، مشكلته في الفيوم، مشكلته في الاسنه، مشكلته في الريحه المش كويسه المحيطه بيه. واحد ثاني كواليتي نظيفه جدا، من غير روايح، من غير اي تسخين، اي جو سيء للعمال اللي شغالين. اسمه كولد بوكس. تمام ماشي يا باشا. تفتكر بعد اذنك ازاي تشل البانل في الهوت بوكس؟ ادي بامب بوكس اللي اتشرح في المحاضره، صندوق فيه رمل كوتد بالاويل سخن على هوت باترن اللي كان زميلنا بيتكلم عليه، باترن من المعدن، وحصل له ريموفر، فدي شل من الرمل الهوت بوكس. بص الشل لما بيتعامل معاها بيكسرها نصين، لان هو عامل الباترن حته واحده وهيجمع النصين مع بعض عشان يديني كومبليت مولد اللي اسمه الشل مولدنج، معمول بالهوت بوكس. ادي كده جمعهم وكده هيقدر يصب في الجيتنج وعليها الرايزرز المختلفه. ادي الشيلز اهي كلها بتجمع مع بعض عشان تديني الباترن بتاعي. ده كولد ست، وهو ما قالش، قالها كلام لكن ما كتبهاش. الكولد ست النوع الثالث من كيميكال بوند ساند. باش مهندسين كيميكال بوند ساند رقم 3 كولد ست، عباره عن ساند اصفر سيليكا ساند اس اي او 2 عليه ثيرمو سيتنج ريزن. ثيرمو سيتنج ريزن اللي انت سمعت عنه سنه اولى ميكانيكا ماتيريال مع الدكتور عادل الشباسي، ماده بلاستيك مع الوقت بتتجمد. الماده البلاستيك دي لها اشكال كتيره منها بوكسيهات وغيرها. الماده بتاعتنا اللي هم بيستخدموها هنا اسمها التجاري فيوران، مش مهم، هي ماده ثيرمو سيتنج بتتعجن مع الرمل، يبقى الرمل عجينه يتشكل بشكل المولد او الكور، وتسيبه فتره في الهواء الجوي حوالي 8 ساعات فيتماسك ويديك المولد او الكور اللي انت عايزه. اسمها ايه؟ كولد ست. بتتجمد بعد فتره معينه، بيحصل لها سيلف سيتنج بعد سي 8 ساعات. اشكل بيها المولد او الكور قبل ال 8 ساعات دولت، وهي دي الميزه انها بتجمد لوحدها. اشكل واسيبها بعد 8 ساعات تبقى متماسكه وقويه جدا المولد او الكور اللي انا عايزه، ويبقى عندي ثلاثه تشويس كيميكالي بوندد، كولد بوكس، كولد سيت، والهوت بوكس كبديل. كل واحد على حسب امكانياته الماديه. الناس اللي معاها فلوس كتيره بتعمل كولد بوكس وكولد سيت، امكانيات محدوده وعشان يقلل التكلفه بيشتغل بيه الهوت بوكس.
ده ساند مولد، جرين ساند مولد اهو، شوف الديتيلز بتاعته عامله ازاي، وادي التشكيل بتاع الجيتنج سيستم، وادي الريموفال بتاع البرودكت وشيل منه الجيتنج والرايزر الجلوبال. انا واقف على دي بالتحديد عشان اقف عليها، خد بالك هنا بيتكلم على ها اسمها ايه لوست بوم هاي برودكشن فوليومز او هاي فوليوم اوف برودكشن. ادي البرودكت وادي الباترن بتاعه المعمول من الفوم اللي هي الماده البيضاء اللي قلنا عليها في سنه اولى تحت مسمى بوليستايرين لو دينستي بوليستايرين، ماده بلاستيك تم حقنها مع وجود اجكشن من الهواء فاتنفخت واتبقت خفيفه الوزن والدينستي بتاعتها قليل قوي، اسمها لوست بوم. في السلايد بتاعتنا ليها اكتر من اسم غير اللوست بوم، للناس الكويسه اللي ما قريتش السلايد او حتى ما سمعهاش، اصل عيني كان ايه السلايد كانت صعبه عليه. لوست بوم كان اسمها بول مولد، لوست بوم كان اسمها ايفابوريتيف باترن، كان اسمها ديسبوزابل باترن، كان اسمها فاكيوم مولدنج كمان في السلايد بتاعتنا. ليه فاكيوم مولدنج هنا هنشوف، بس المهم في النهايه الباترن معمول من الفوم مش من الخشب ولا البلاستيك ولا المعدن، ده ديسبوزابل باترن. مع كل مولد بيتشكل الباترن ده يستهلك واضطر اعمل باترن جديد لمولد جديد. ازاي بتعمل باترن يا باشمهندسين؟ هو ده السؤال. ادي الباترن اهو معمول من الفوم وبيتجمع اجزاءه مع بعض، وادي سلندر هيد بتاع عربيه في 6 ولا في 8 ولا تيفر. كل الانجكشن بتاعنا بيتم في مكنه اسمها مكنه حقن الفوم، ودي الاسطمبه بتاعتها اللي بتحقن فيها الفوم عشان يديني الباترن الفوم. هيقفل الراجل الداي بتاعت الباترن الفوم ويحقن الفوم مع الهواء عشان يحصل له انجكشن الفوم بتاعنا. ادي الباترن الفوم اهو اتحقن جوه الاسطمبه بتاعت مكنه حقن الفوم، هيرموف هذه الباترنز ويجمعها مع بعض يدي له كومبليت باترن بالجيتنج والرايزر كمان لو عايز من الفوم كده. باترن كمل اجزاءه كامله والجيتنج والرايزر موجودين كمان لايف معاه، بيعمل كوتنج للباترن الفوم بسلاري. الراجل بيتكلم هنا سريع، الباترن الفوم ضعيف فبيدهنه بطبقه دهان او طراء عشان يقويه عشان ما يتكسرش عشان ما يتعوكش عشان ما يتشرخش. بص هنا بقول لك ليه فاكيوم بقى حضرتك، لان ده باترن وده باترن وده باترن، حوالي 20 باترن ل 20 برودكت كلهم مرتبطين بوان جيتنج سيستم اللي هو بيرشه حوالين الباترنز دي تراب اسود بيقولوا عليه رمل عندهم، لكن بالنسبه لنا احنا كمصريين تراب لوس ساند، تراب سايب معلوش اي حاجه. حوط الباترن اللي معمول من الفوم وبيهز هذا التراب جوه الفلاسك بتاعنا عشان يقلل الهواء اللي جوه. بص التراب سايب اهو وبيركب البورين كابس اللي هيصب منها. بص الفلاسك قد ايه يا باشمهندس كومبيرد بالراجل الكبير اللي جنبيه، حجم مهول جدا. فوق الفلاسك هيجيب بلاستيك شيت، كيس نايلون بلغه المصريين عشان نتكلم كلام عربي، كيس نايلون هيشده على الابر سيرفيس بتاع الفلاسك، وايه اللي هيحصل؟ هيغطي ويقفل عشان يجي من جنب الفلاسك ويسحب الهواء، ساكشن الهواء يقلل الضغط يخلي التراب يتماسك حوالين الباترن الفوم بتاعنا. بص بعد اذنك لان الفيو خطير، ادي فلاسك والتراب جواه حوالين الباترن الفوم واصحابه، البلاستيك شيت فوق عشان الهواء ما يخشش، ما يبقاش في دايما هواء بيتسحب من الهواء الجوي. ادي الليدل فيها مولتن ميتال هيصب على الباترن الفوم، هو ما فتحش وشال الباترن ده، هيصب على الباترن الفوم. بعد اذن حضرتك لو نسيت الفيو ده مش هتفهم اللي جاي. بص لما يصب ايه اللي هيحصل، ادي الاكشن المولتن ميتال والهبو اللي طالع، حصل ايفابوريزيشن للباترن الفوم اتحرق واتبخر وما لا مكانه مولتن ميتال.
ادي البرودكت بتاعنا. هوت بوكس تاني، بارت يمين بارت شمال، دي شيلز اهي تتجمع مع بعض يديك نصين المولد بتاعنا. شيلز بالهوت بوكس. جرين ساند، جرين ساند بس بيستعين بالقطة ايه؟ بالماشينز، يبقى ميكانايزد عشان خاطر يسرع وقت تشكيل الاوارب ويسرع عملية السباكة. بص القالب ماشي على كونفير، والكونفير بيقف قدام الراجل للحظات. بص الاستيشن بعد اذنك الناس بتشتغل ازاي؟ ساند كاستنج اهو، بس كله اتوم ايه؟ اوتوميشن، بحيث ان هو يقلل وقت الانتاج بتاع البرودكت بتاعنا. روبوتس كان هم ايه؟ روبوتس المبنيين بيخشوا على مكان تجميع القالب بحيث القالب ينتج. ادي جرين ساند مولد، وادي الابر بلاسك ركب على الاجزاء بتاعته. طبعا جوه فيه اجزاء هوت بوكس كولد بوكس، والقالب بيتكمل. كل الطرطشات دي اوكسايد. طبعا الانفايرمنت بتاع الكاستنج مش سلس مش لذيذ، ولكن البريكوشنز مهمه. ده القالب بعد الصب ويسيبه ايه؟ ياخد وقته لغايه ما يتجمد. نبص على هانتر بروسيس. بروسيس خطيره جدا. هانتر يعني صياد، واللي جاب صياد في السكه. مفيش ريفرنس للكلام ده. ادي البرودكت بتاعنا يا شباب، ده الباترن بتاعه معمول من المعدن. بص الديتيلز بتاعته بعد اذنك، شوف الهانتنج بروسس دي هتتم ازاي. ادي المكنه بام بوكس ناحيتين، واحد هيشكل نص القالب الفوقاني والتاني هتشكل نص القالب التحتاني بعمليه البريسنج على الجرين ساند. شكل النصين هيبان اعطيني بلس مش عارف. ادي الهانتنج بروسيس اللي احنا بنتكلم عليها، ان الاثنين اتركبوا على بعض ماشي، حط الابر على اللور، وادي الجيتنج سيستم اللي هيصب فيه. شوف بنقول عليها هانتر بروسيس ليه؟ لان هو هيصب المولتن ميتال جوه القالب. لو واحده منهم عدت وهو ما اصطادهاش وملى بيها المولتن ميتال، خلاص في مشكله في القالب ده. لو ما حطش كميه المولتن ميتال المناسبه فاصد عليه زي الطائر اللي اوريدي عدى من قدام الصياد. ادي شكل تاني للهانتنج بروسيس اللي اسمها ديزماتيك، اللي اسرع واكثر انتاجيه من الهانتر بروسيس. في عندي فلو من المولز، والراجل واقف بيصب ويلف يصب ويلف. ادي الديزماتيك بشكل او باخر، يتشكل المولد بتاعنا في الباترن ويروح على عمليه الصب. ادي الانيميشن بتاعها، الصب ثم التجمد، يشكل مولد يصب يجمد. ديزماتيك ده خطير جدا. الفيو ده دي عباره عن جرين ساند مود في كورز معموله بالهوت بوكس اهي باينه بلونها. بص الكورز بتتركب ازاي جوه الجرين ساند مود. في سته برودكت في الايه؟ في المود ده.
وادي انزيماتيك بروسيس بيصب السته في خطه واحده زي ما بيقولوا. وانا ستيب الصبه الواحده بتطلع سته برودكت انتاج بكميات كبيره جدا 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 عشان يلور الكوست بتاعه البرودكت. ادي البرودكت اهي وجواها كلها الكافيتيز اللي اتعمل بيه الهوت بوكس كوس. دي عمليه الكليننج، عمليه روتيشن طرد مركزي يخبط البرودكتس بحيث يرموف اي انكلوجنز من السن مولد بتاعي. في النهايه كيسات بتاعه 9 عربيات وغيرها برودكتس ميجر من منتجات الساند كاست. برضه في الديزماتيك بص قد ايه ممكن يبقى الناس فاهمه هي بتعمل ايه. ادي خط الصب وادي البرودكت عشان يتشال باسرع وقت ممكن واطلع وريموف كل الساند سكراب اللي موجود في البرودكت بتاعي. دي عمليه السكراب ريموفال بتاعه الجيتنج ورايزر وقد ايه ممكن الفلو يكون مميز وسريع في عمليه الساند كاستنج. ما ننساش رابط بروتوتايبنج المميزه اللي كانت ستيب خطيره جدا في مساعده الناس بتوع الانفستمنت كاستنج في السكه. دي كده الكلام. الباشمهندسه اللي سالت بقى على الريفرنس بتاعنا، هاك الريفرنس بتاعك حاجتين، الكلام اللي انا قلته هنا والكلام اللي مكتوب كمان او بيتقال من الراجل اللي بيشرح الفيديو بالانجلش. لو ما عجبش حضرتك اي منهم يويلكم انك انت تاخدي الكلام ده بهذا الشكل، بس اسمحي لي هعمل كده عشان اقفل. هقفل بس الايه المحاضره دي او الجزء ده عشان اعمل شيرنج. هل قدام حضرتك الكلام اللي مكتوب يا باشمهندسه ولا مش باين؟ باين. ادي الكولد بوكس يا باشمهندسه عشان الراجل المحترم اللي قال لي بيعمل بيه الباترن رجعني تاني لنقطه الستارت بوينت. الكولد بوكس بعمل بيه مولز وكورز، المحتوى بتاعه سان وصوديوم سيليكيت. ادي الكيميكال كومبوزيشن بتاعها Na2SiO4 بيعمل له هاردنينج ب CO2 جاز. مميزاته انه كلين مفيش فيه هيت، المولد والكور طالعين بهاي سترينث، البرودكت بتاعه هيطلع هاي كواليتي سيرفيس فينش و دايمنشنال اكريسي انضف بكتير من الجرين ساند. طبعا مشكلته انه غالي لان الكومبوننتس بتاعت الصوديوم سيليكيت دي والسي او 2 جاز جوه التيوبس غالي لو البروسيسنج بتاعه بيبقى كتير. الناحيه الثانيه الهوت بوكس ابن عمه برضه مولز وكورز في ها في ايه في ساند ولينسيد اويل وبعمل له هاردنينج بان انا بسخن بعد تشكيل القالب او الكور ل 300 درجه. ميزته انه لو برايسد كومبيرد بي الكولد بوكس. الاسترينث بتاع القالب والكور كويس جدا. اكيورسي بتاعته كويسه كومبيرد بالجرين ساند لكنه اقل من الاكيورسي بتاعت الكولد بوكس. مشكلته ان خطوات اجراء القالب كبيره، الباكينج والهيتنج مع الفيومز احد المشاكل الرئيسيه للعماله اللي بتشتغل في الانفايرمنت دوت. الكولد ست برضه مولدز وكورز بس الكونتنت بتاع الايه القالب في ساند ثيرموسيتنج ريزن اللي هو اشهر اسم تجاري له الراجل بيقوله في الفيديو باسم فيوران، بيتساب بعد التشكيل فتره في الهواء توصل لغايه 8 ساعات عشان يحصل له هاردنينج زيه زي الكولد بوكس. كلين ونو هيت وهاي سترينث واكيوريت برودكت. كواليتي الكولد ست زي كواليتي الكولد بوكس اعلى من الهوت بوكس.
مشكلته انه غالي، بس في ميزه ها انه محتاج يقعد 8 ساعات، فاللونج بنش لايف بتاعه مفيد من وجهه نظر انه بيديني الفرصه اشكل، لكن غصب عني محتاج استنى 8 ساعات عشان يحصل له كومبليت كيورنج. كده تمام يا باشمهندسه؟ ده الكلام اللي انت المفروض تسمعيه من الراجل اللي بيعمل القاء للفيديو بتاعنا. تمام يا دكتور، شكرا. اوكي، في اي سؤال يا شباب؟ دكتور يا باشمهندس، ممكن حضرتك تتكلم عن الامتحان شويه، هيجي ازاي؟ ايه اللي هيجي؟ ايه اللي مش هيجي؟ لا انا اتكلمت يا باشمهندس قعدان للريكورد، انا قلت ان الامتحان شبه امتحان الميد تيرم، جزء اجزاء نظريه في الاول عليها درجات اقل من درجه المساله، بحكم انك انت المفروض شفت المساله دي في خلال البروجكت بتاع حضرتك. ففي سي نتكلم مثلا نص الدرجه على النظري والنص الثاني على المساله. النظري البروسيسز المختلفه اللي احنا شفناها والترمينولوجيز المهمه اللي احنا تعاملنا معاها في خلال الكورس. النص الثاني هو عباره عن المساله، انا اوريدي شارحها في احد السلايدز اللي انت ما بصيتش عليها وكنت دايما بتستنكر نزلت او ما نزلتش انت وزمايلك. حضرتك لو بصيت هتلاقي في بلاسك دايمنشن، في اماونت اوف فوليوم اوف مولتن ميتال، انا جاوبت على اللي انت بتسال عليه انت وزمايلك، وكمان المولد سكيورنج فورس والكور فورس وديزاين بتاع جيتنج درايزر شكلا فقط بدون جداول. بقول كده ويجي احد الاذكياء في الامتحان عايزين الجدول عشان احط ابعاد الجيتنج، احط ابعاد الرايزر، طبعا بديله نو كومنت، انا عايز فقط لا غير الشكل بتاع جيتنج ورايزر اكسبكتد اكوردنج للنولج اللي انت اتعلمتها في الجيتنج والرايزر. اقول لك الامتحان في ايه بالظبط ولا هيبقى انا ما جاوبتش؟ لا تمام يا دكتور، حضرتك تحب. دكتور احمد بقى هيديكم معلومه اخيره قبل ما نقفل يا شباب، شكرا بالتوفيق. بصوا يا باشمهندسين، المحاضره اللي هي موجوده على جوجل درايف اسمها ليكتشر 7 ريفيجن، عملت لها ريموفنج وحطيت واحده مكانها اسمها ليكتشر 7 ريفيجن 2، دي اللي اشتغلت منها النهارده. بالنسبه للكومنت ان في اختلاف بينهم، في اختلاف بينهم بتاعت النهارده مختصره كتير، فانا شلت القديمه وحطيت محاضره جديده. فمن اللينك بتاع المحاضرات اللي عندك في ال ام اس هتخش على جوجل درايف هتلاقي في محاضره اسمها ليكتشر 7 ريفيجن 2، دي اللي انا اشتغلت منها النهارده، تقدر تاخدها بي دي اف فايل بحيث تستعرضها. طبعا المحاضره اتسجلت على الزوم لو عايز تعملها داونلود كفيديو. بالنسبه لميعاد التسليم الملحوظه اللي جت من الباشمهندسه، فانا زودته يوم بحيث ان انتم ما تكونوش مضغوطين. شكرا ليك يا باشمهندسين، شدوا حيلكم كده، ربنا يسهل كده وبالتوفيق. شكرا. انت قفلت قبل ما اقول اهو تحت عيون حاجه، شكلك قفلت مش عارف سمعوني ولا لا. سمعوك طبعا. عملت ليه؟ اهو طيب. هتعمل داونلود داونلود.